تمام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جينا لكم بحلقة جديدة خاصة بالسوفت وير. عندنا جهاز A137 اللي هو A13 مقفول بحساب جوجل اكونت مثل ما اصور الجهاز. طبعا اندرويد 12 الحماية الأولى، تمام؟ الحماية الأولى مثل ما نشوف تم إجراء محاولة مسح. اوكي، خلينا نرست الجهاز. تمام، من بعد ما اقلع الجهاز عملنا ريستارت. اوكي، افتح هاي الاداة اللي هي اداة الساوند تيرمينر، نضغط على مكالمة الطوارئ. اوكي، عفوا، مكالمة الطوارئ، نفتح هاي الأداة، نكبس عليها ستارت وننتظرها تفتح. هاي آخر تعديل لهاي الأداة. تمام، تمام. تمام، هنضغط على هاي او هاي، بقيها بقي نورمال. نوصل الجهاز، طبعا نسيت اوصل الجهاز. تمام، نوصل الجهاز وانتظر. تمام، اضغط نجمة شباك صفر، نجمة شباك، ظهر لك الكود. تمام، قرأ لك كل التفاصيل الخاصة بالجهاز، هياخذ شوية وقت بس هيتخطى الحساب. تمام، ظهرت على تريد تصحيح أخطاء، اضغط تصحيح سماع. تم تخطي حساب الجوجل اكونت بنجاح، وايضا حصور الجهاز شويه حتى يكون اكو ربط بالعمل. اقلع الجهاز. انتظر الجهاز يقلع ثلاث مرة. تمام، هذا الجهاز. اسمعوني ان شاء الله مقطع فيديو جديد، ما يحتاج اخليه مقطع تصوير الفيديو. مع السلامة.